تستمر فعاليات معرض مصر الدولي للطيران والفضاء لليوم الثاني على التوالي، وخلاله استمرت أكثر من 200 شركة في استعراض تكنولوجيا الطيران الحديث وعلوم الفضاء والطائرات الموجهة، فضلا عن العروض الجوية في سماء مطار العلمين الجديدة. المزيد حول فعاليات المعرض يستعرضها لنا كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين من معرض مصر الدولي للطيران والفضاء. هذا المعرض الذي يستقبل مئات الشركات ويستقبل أيضا أكثر من 100 دولة مشاركة بعدد كبير من الطائرات وعدد كبير من التخصصات في علوم الفضاء وعلوم الطيران بشكل عام. ولكن ما الذي يمكن أن تفعله داخل هذا المعرض؟ كيف ستستفيد؟ ولكن أيضا هناك أشياء مميزة داخل هذا المعرض، منها تواجدك داخل الطائرة في حد ذاتها، استكشافك للطائرة في حد ذاتها، معرفة معلومات عن الطائرات بشكل عام وعلوم الفضاء، طائرات مدنية، طائرات عسكرية، أيا كان أنواع هذه العلوم تستطيع أن تستكشفها هنا في معرض مصر الدولي للطيران والفضاء. ولنتحدث أكثر من داخل قمرة القيادة هنا في هذه الطائرة عن هذا المعرض وما الذي يقدمه بشكل عام. معي الآن كابتن طيار رامي حمزة، برحب بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا وسهلا. حضرتك موجود داخل هذه قمرة القيادة، قادرين احنا نخش نشوفها من جوه، قادرين نشوف المكان. رأي حضرتك ايه في مشاركتكم عامة داخل هذا المعرض، وايه رأيك عامة في هذا المعرض؟ المعرض ده السنة الأولى لي، وفكرة ممتازة اتأخرت بس الحمد لله انها بدأت. تواجد الكم الهائل من صناع الطائرات، سواء كانت طائرات مقاتلات أو طائرات نقل، فكرة بتوسع المدارك وإن الناس تتعرف على صناعة الطيران وصلت لإيه، المستقبل رايح لإيه. فطبعا خطوة مهمة جدا إن احنا بقى متطلعين في هذا المجال. ولكن في نقطة مهمة جدا كمان، فكرة التكنولوجيا الحديثة في الطائرات وتطور الطائرات. شايف الدور المصري بشكل عام في هذا المجال، ايه رأيك فيه خصوصا ان حضرتك كابتن طيار وطول الوقت بتتعامل مع هذه الأشياء؟ التطور التكنولوجي في الطيران لا يتوقف، الدراسات على طول باستمرار في كل سواء في المحركات، في الطائرات نفسها كصناعة. طبعا الدور المصري لازم يتواجد الفترة اللي جاية فيها، لان احنا كان الزاوية دي ما كانش حد بيبص عليها في الاول بشكل كافي، لكن دلوقتي مع سيادة الرئيس والتوجيهات اللي قام بيها طبعا هتفرق كتير الفترة اللي جاية في صناعة الطيران المدني والحربي. طبعا يا كابتن، واكيد كمان وجودنا في هذا المعرض هو خير دليل على انه مصر هيكون ليها دور رائد، وزي ما شفنا في الفيلم الاول وكما رصدنا في اول يعني المعرض فكره وجود ان اصل الطيران كيف بدا. لكن الامر لا يقتصر على داخل الطائرات المدنيه كما تواجدنا الان، هناك مفاجآت اخرى سنرصدها سويا على مهبط الطيران بمطار العلمين الجديده. خرجنا من الطائرة المدنية وتجولنا هنا داخل الممر الخاص بالطائرات ومطار العلمين الدولي. إذا تحدثنا عن التكنولوجيا الحديثة وتطور المستقبل، فهذه الطائرة على يساري هنا وهي طائرة لإطفاء الحريق، لكنها تعمل بطريقتين. الطريقة الأولى هي طائرة موجهة أو درون، وهذه الطائرة الآلية أو الطائرة الموجهة تستطيع أن تعمل على إطفاء الحريق، وأيضا تعمل على إرسال يعني الماسكات وإرسال أدوات إنقاذ المواطنين أو إنقاذ الإنسان بشكل عام من الحريق. ولكن الأمر لا يقتصر على ذلك فقط، ولكن أيضا هناك طائرات أخرى والتي ستعمل للمستقبل كطائرة تاكسي أو طائرة أجرة. هذه الطائرة أيضا الموجهة التي ستعمل على نقل المواطنين أو نقل بشكل عام الإنسان من مكان إلى آخر بطريقة موجهة بدون أي تحكم، ولكن مع استمرار وجود آليات الأمان، أي من الممكن أن نتحكم فيها حتى بعد تحديد الطريق المعين، يمكن بعد ذلك أيضا أن يعاد تحديد الطريق مرة أخرى بالإضافة لأدوات الأمان. لكن هذا هو المستقبل وهذه هي فكرة هذا المعرض، أن يعرض أدوات الحاضر وأن يعرض أيضا أدوات المستقبل. ربما نرصد أن هذه الطائرة بها مكان لشخصين، أي يمكن أن شخصين أن ينتقلوا من مكان لآخر على مسافة 30
كيلو متر. هذه الطائرة، هناك أيضا طائرة أخرى لنقل المعدات اللوجستية، وبينما أيضا نحن نتحدث هناك أيضا العروض الطائرة التي يعني دائما ما تعرض هنا في مطار العالمين الجديدة داخل هذا المعرض الذي يستمر من الثالث وحتى الخامس من سبتمبر. وهذه هي أيضا واحدة من يعني العروض التي نشهدها على مدار الأيام. لذلك المعرض بشكل عام يتمتع بوجود الشركات ووجود أيضا الطائرات بمختلف أنواعها، مدنية وذات صبغة عسكرية وغيرها أيضا من يعني المشاركات الدولية في علوم الفضاء وعلوم الطيران. هذه هي الصورة من مدينة العالمين وتحديدا مطار العالمين ومعرض مصر الدولي للطيران والفضاء.